فيها الأميرة. السيل قوي، السيل مرة قوي. لا طحت لهنا راح يشيلني. هنا الغرق عندي أو المسافة هنا يمكن 30 إلى كم 10 متر في الأرض العمق. أبي الأميرة صباح النور. هلا هذه منطقة، هذه منطقة كلها سباحة، بس كفان المجرى حق الموية يشيلهم. كيف يا مجلة؟ زهرة جريها بين العيدين، يعني شهر 4 ميلادي جريها بشهر 4 5 4 5 6 هذا 3 شهور أو 3 جريها بثلاثة 4 5 6 بعد حلو. هذه أفضل أفضل أيام، بس انت كذا تجيني بشهر 12 ولا بشهر 11 ولا بشهر 10 ولا بشهر 9 اعتبرها من الحين. يكون جو كذا في غبار شويه، في حر، اوكي، تكون الدنيا يابسه يعني ما يكون نفس الشيء، بس يكون شلال ضعيف هنا برضه. هذا ما يمطر يا الاميره، هذه ما هي من الامطار، هذه شلال، هذه ما هي من الامطار على قولتي اللي شايف الان، هذه ما هي امطار، هذه شلالات. مرحبا يا معاذ، صباح النور. طيب وين هذا؟ هذا بالسعودية منطقة البحر، ثلج متهج على حسب الوقت. ثبت قبل 10 دقائق يا معاذ، قبل الحين. المرافق موجود. الفاسد الساكة وين وين راح؟ هذي وين راح؟ لا خلاص تعتبر درجة حرارة 70.